السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل عملنا كله صالحا. اللهم اجعله لوجهك خالصا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا. اللهم اعمر قلوبنا بما امرت به قلوب الصديقين. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم تب علينا توبة لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. ثم اما بعد اخواني في الله اخواتي في الله بداية بشرى لكل انسان حضر معنا الليلة. اخواني في الله اي واحد ممكن يدخل سايبر. اي واحد ممكن يدخل نادي. اي واحد ممكن يجلس على قهوة. ولكن مش اي حد ربنا يدخله بيته. مش اي حد مدام ربنا دخلك بيته يبقى باذن الله يريد بك الخير في الدنيا والاخرة. بشرى لكل واحد جاء يأوي الى الله باذن الله سيؤويك الله سبحانه وتعالى. بشرى لكل واحد عنده امتحان او عنده انشغالات هامة وضحى بساعة من وقته حتى يشحن قلبه بالايمان بين يدي الله سبحانه وتعالى. بشرى يا اخواني بشرى لكل واحد جه يهرب من الفتن. بشرى لكل فتاة جت تفر من عطف الشهوات. بشرى كل واحد محاط بمعصية وعايز يتخلص منها وجه لعل ربنا يخلصه منها. بشرى لكل واحدة وقعت فتنة وجاءت لعل ربنا ينجيها من الفتنة. بشرى لكل واحد نفسه يوصل لربنا نفسها توصل الفردوس الاعلى نفسه يعمل حاجة لنصر دينه في الارض. ابشروا يا جماعة كتب ربكم على نفسه الرحمة. واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. انتوا اولى ناس تبشر برحمة الله على وجه الارض. ولكن لما انت بتقول احنا اولى ناس تبشر برحمة الله على وجه الارض امال بتخوفنا ليه؟ لا يا حبيبي انا مش عايز اخوفك انا عايز ارعبك عشان تفضل صحي دايما عشان نفضل ايقاظ دايما عشان تفضل قلوبنا مستيقظة وقائمة بامر الله دايما. يا اخواني مثل الدعاء الوقتي والشباب بتوع الامة اللي في الغفلة الذي لا يعلم منها الا الله مثلهم زي الدعاء زي راكبين سفينة النجاة وحواليها امواج كالجبال امواج المعاصي والشهوات اللي احنا عايشين وسطها والشباب بيغرقوا ما بين هذه الامواج والدعاء بيصرخوا في الشباب اركب معنا اركب معنا. ده يقول تقاوي الى شريط مخدرات يعصمني من اليأس والاحباط اللي انا عايش فيه. وده يقول تقاوي الى علاقة مع فتاة تعصمني من الفتور اللي انا عايش فيه. وده يقول تقاوي الى معرفة 100 بنت وبنت عشان تعصمني من الحالة النفسية اللي انا عايش فيها. وده يقول تقاوي الى التمرش حتى يعصمني من العنوسة. وده يقول تقاوي الى اصبح البنوك الربوية حتى تعصمني من الفقر. وده يقول تقاوي الى صوت اغاني الى موقع نفسي الى قناة قذرة. يا اخواني لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. لا عاصم في هذا الزمن زمن الفتن زمن الغفلة زمن الشهوات زمن الشبهات زمن الردة عن المبادئ زمن الردة عن دين الله. لا عاصم في هذه الايام من امر الله الا من رحم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا برحماته الواسعة انه ولي ذلك والقادر عليه. قبل ان تغرق السفينة قبل ما نغرق كلنا يا جماعة قبل ما نغرق في الدنيا وتغرق في جهنم والعياذ بالله قبل ان تغرق السفينة لازم نفوق من الغفلة اللي احنا فيها. الغفلة عن 50,000 سنة احنا وقفنا يوم القيامة بنلم ربنا مشغولين عنها ب40 سنة عايشينهم في الدنيا. الغفلة عن عدو نسبة اهلاكه للي تصدى ليهم 999 في الالف. تخيل انت نازل حلبة مصارعة اللي انت نازل تصارعه من كل 1000 واحد بيصارعهم بيصرع
1999 هيبقى حالتك اللي انت فيها دي، هيبقى حالتك اللي انت فيها ده هي الغفلة عن عدو بهذه خطورة، الغفلة عن عاقبة معصينا اللي احنا بنعصيها واللي بنشوفها وما بننكرهاش. العاصي يا جماعة مش بيعاقب على معصية بعد ما بيعصي، لا اخواني، المعصية ده عاملة زي سلك كهرباء عليان، اول ما الواحد بيلمسه بيتكهرب بعد نص ساعة ولا بيتصعق فورا فورا من اول ما بدأ يلمسه. المعصية كده، كل معصية عايشين وصاف المجتمع سلك كهرباء عريان، كل معصية بتعصى ربنا بيها، كل معصية بتقع فيها سلك كهرباء عريان، من اول ما بتلمسها، من اول ما بتبدأ تعصي العقوبة بتنزل، حسيت او ما حسيتش، من اول لحظة العقوبة بتنزل. الغفلة يا جماعة، احنا مرتبين كل حاجة لدينا، احنا خايفين من كل حاجة الا من النار، احنا مستعدين لكل حاجة الا الموت، احنا مشتاقين لالف حلم وحلم الا الجنة. قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت كده، احنا كده، احنا على مراد ربنا منا، ولكن ولا عزائم اهل الدنيا في الدنيا اعظم من عزائمنا في الاخرة، اعظم من عزائمنا في دين ربنا سبحانه وتعالى. عزائم اهل الدنيا لما حلموا بالدنيا اتحولت عندهم لأدب حياتهم، واحنا لما حلمنا بالدين، لما حلمنا بالجنة عملنا ايه؟ الغفلة يا اخواني، الغفلة، الدبة الغفول، الدبة الغفول اللي هي اي دبة صغيرة تيجي ترضع منها مش فاهمة الفرق بين بنتها وغير بنتها، يعني ايه؟ مفيش تمييز. الغفل ده ما عندوش تمييز من حقارة الدنيا وعظمة الاخرة، ما عندوش تمييز من المشاكل اللي لها حل والمشاكل اللي ملهاش حل، ما عندوش تمييز من حبيبه وعدوه، ما عندوش تمييز ما بين موازين الدنيا والاخره في قلبه، ده الغافل. المراه اللي احد الناس عرض عليها الزنا وقال لها غابت الكواكب، خلاص ما حدش شايفنا، قالت له فاين مكوكبها؟ دي نجت من المعصيه ليه؟ لانها كانت صاحيه. يبقى الغفله هي اللي بتخليك تقع، الغفله هي اللي بتخليك لما تعرض عليك المعصيه تقع. الغفله اخطر من المعصيه، المعصيه بتلهب قلبك بالندم وتخليك تتوب، الغفله بتخليك ما انتش حاسس بحاجة. يا جماعة مصيبتنا ان احنا مش حاسين ان احنا عملنا حاجة، مش حاسين ان احنا وصلنا في حاجة، مش حاسين ان احنا سيبنا حاجة، مش حاسين ان احنا فرطنا في امانة، مش حاسين ان احنا مهددين بحاجة، مش حاسين. دي اكبر مصيبة في مصايب الغفلة، ان واحد محاط بالاخطار من كل جهة ومش حاسس ومش فاهم. صرخات للغافلين، صرخات للغافلين. قال تعالى ولا تكن من الغافلين، احسن دول هيروحوا زاهية، اوعى تبقى معاهم، اوعى تبقى معاهم. صرخات للغافلين، صرخة لكل غافل وغافلة، صرخة لكل غافل وغافلة. انت عارف انت خسرت قد ايه في علاقتك مع ربنا لغاية دلوقتي؟ صرخة لكل غافل وغافلة، في حد يشوق للجنة اللي ربنا شوقك ليها وينام؟ صرخة لكل غافل وغافلة، في حد يخوف من النار اللي ربنا خوفك منها وينام؟ صرخة لكل غافل وغافلة، في حد يهدد باللي انت مهدد بيه ان استمريت وينام؟ صرخة لكل غافل وغافلة، في حد يهدي بالذنوب اللي احنا عملناها وينام؟ في حد يبقى مراقب كل الرقابة دي من الله، من الملك رقابة مباشرة غير باقي الرقابات من الملائكة ومن جوارحك اللي بتعصي ربنا بيها ومن الارض اللي بتعصي ربنا عليها وينام؟ صرخة لكل غافل وغافلة، في واحد يبقى طريقه طويل بالمنظر اللي طريقنا طويل به وينام؟ في واحد يبقى هيحاسب بالمقاييس اللي هنحاسب بيها وينام؟ في واحد يا جماعة اخوانه يبقوا في الظروف اللي اخواننا بغزة فيهم وينام؟ صرخة لكل غافل وغافلة، في حد دينه يتحارب الحرب اللي ديننا بيتحاربها وينام؟ في حد اجله بيقترب زي اقتراب اجلنا وينام؟ في حد يا جماعة في وضعه زي وضعنا ده هو وينام ويغفل؟ صرخات للغافلين، اول صرخة قبل ما نغرق، اول صرخة قبل ما السفينة كلها تغرق، اول صرخة قبل ما نلاقي نفسنا في السلام 98 بنغرق في جهنم وبنغرق في الدنيا، اول صرخة لكل غافل وغافلة. انت مشغول عن ايه بايه؟ مشغول عن ايه بايه؟ القضية يا جماعة مش انت مشغول بمين، القضية انت مشغول عن مين؟ القضية مش انت مشغول بايه، القضية انت مشغول عن ايه؟ انت مش مركز في ايه؟ صرخة
لكل غافل وغافلة الغفلة من اقتراب الاجل، من اقتراب الاجل. الموت يا جماعة مش يعني راحة، الموت يعني حساب. عارف يعني ايه الموت يعني حساب؟ الموت مش راحة، موت يعني حساب. انت مستعد انك تتحاسب؟ مستعد؟ ابن عمر بيقول ما ندمت على شيء، ندمي على يوم. يوم للي بيضيعوا اعمارهم ندمان على يوم نقص فيه اجلي. ما انت ما انتش عارف بقى لك كام يوم في حياتك اصلا، ولم يزدد فيه عملي. مشغولين بايه؟ اللي مشغولين بالطعام، واللي مشغولين بالشراب، واللي مشغولين بالشهوات، واللي مشغولين يا اخواني في الله طعام وشراب. عمركم شفتوا حمار بعد ما اكل وبعد ما اتغدى انا بحبس بكوبايه شاي ولا احبس بحاجه ساعه ولا اكل اي حاجه؟ عمرك البني ادم هو اللي مشغول بطعامه وشرابه عن وظيفته؟ حتى البهائم مش مشغوله عن وظيفتها بحاجه. اي والله يا اخواني، يعني الايام السابقه ربنا رزقني عمره، فتح لي بابه الى بيت الحرام، اللهم لك الحمد. في الايام السابقه احد اخواني اللي كان معايا، انا بقى متوقع بقى هنزل بقى افطر لحمه واتغدى لحمه واتعشى ايه عشان اطوف بعد كل صلاه، عشان اعرف اقوم ليل، عشان اعرف اقرا في المصحف، عشان اقدر ادعي من غير ما اهبط، عايز اتغدى. قال لي احنا نعيش على العيش واللبن. يا ابني عيش ولبن ايه؟ الواحد عمره ما عمل. قال لي نعيش على العيش واللبن. والله يا اخواني اربع ايام الواحد بفضل ومنه الله لا الواحد داخ ولا الواحد وقع ولا الواحد، كان ربنا بيورينا الواحد قايل احنا مشغولين بايه؟ مشغولين بلقيمات يقن صلبك. مشغول بايه عن ربنا؟ انت مشغول بايه عن ايه؟ يا اخواني في الله عايزين نفوق، عايزين نستيقظ، عايزين ما نشغلش بحاجه عن الله. صرخه لكل غافل وغافله، لا يمكن واحد يخطر الخسائر اللي انت خسرتها في علاقتك بربنا لغايه الوقت وينام. الغفله عن كم الخسائر اللي خسرناه بسبب كسلنا في الطاعه، الغفله عن كم الخسائر اللي خسرناه بسبب غفلتنا بطاعه ربنا، الغفله عن كم الخسائر اللي خسرناها بسبب النوم اللي احنا نايمينه. يا جماعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ساعه تمر بابن ادم لا يذكر الله فيها الا حسر عليها يوم القيامه. الحديث ده صحيح، حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحاح الالباني ما من ساعه يعني اللي ضيع ساعه يندم يوم القيامه يا رب؟ امال اللي ضيع عمره؟ امال اللي مضيع ايامه؟ امال اللي مضيع شهوره وسنينه يعمل ايه؟ امال اللي لسه بدا يعرف طريق ربنا النهارده يعمل ايه؟ ما من ساعه يا رسول الله ساعه. امال اللي بيضيعوا كل ساعاتهم وايامهم زينا يعملوا ايه؟ ما من ساعه تمر بابن ادم كانها كانت فروه ومرت عليه وضيعها لا يذكر الله فيها. النبي ما قالش لا يعصي الله عصى الله فيها، ما قالش سمع محرم فيها، ما قالش عمل حاجه يتخدم الله فيها، لا مجرد انه ما قطعش فيها يحصل له ايه؟ الا حاسر. الحسره غير الندم، الحسره الندم اللي ما ينفعش يتعوض، اللي ما عادش ينفع تعوضه خلاص. حاسر عليها امتى؟ يوم القيامه بعد ما يبقى ما عادش ينفع يرجع. طب اشمعنى يوم القيامه يا رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ لان يا جماعه عمرك ما هتندم على ليله امبارح اللي انت ما قمتهاش، عمرك ما هتندم على حجاب امهات المؤمنين اللي انت ما لبستوش، عمرك ما هتندم على كل الدين وخميس ما قمتوش الا لما تشوف اللي عمل ده خد ايه. ساعتها بس هتعرف انت ضيعت ايه، هتعرف انت خسرت قد ايه، هتعرف كم الخسائر اللي انت خسرتها في علاقتك بالله قد ايه. يا اخوان العاصي ده، العاصي ده سكته ضلمه، العاصي ده عامل زي المراه اللي حامل في جنين ميت، سكه ضلمه منهيه منهيه. العاصي ده، العاصي والغاصي ده عامل زي واحد عايز يروح اسكندريه وداس على البنزين واتجه في طريق اسوان عكس الاتجاه. كل ما بيدوس على بنزين اكتر كل ما بيبعد اكتر، كل ما بيدوس ويجتهد اكتر كل ما بيمشي في عكس الاتجاه اكتر. الغافل ده ماشي عكس الاتجاه، العاصي ده ماشي عكس الاتجاه، العاصيه لله ماشيه عكس اتجاه السعاده، عكس اتجاه البركه، عكس اتجاه الجنه، عكس اتجاه الهدايه، عكس اتجاه الفرج، عكس اتجاه النجاه من النار، عكس الاتجاه، عكس الاتجاه. يبقى سكه الضياع والعياذ بالله. قال تعالى حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد. قال لك يعني ايه؟ يعني احنا حوالينا ابواب كتير من الاعذاب ربنا قافلها عنا. اوعى ربنا يقفلها عليك وانت تفتحها على نفسك.
نفسك بمعاصيه. يا جماعة احنا حولنا ابواب عذاب كتير ربنا قفلها منها ابواب اتفتحت الايام دي بسبب معاصينا. ما تفتحش على نفسك ابواب العذاب. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر. الدنيا اتملت فساد بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. بعض يا رب كل العقوبات اللي برا دي ببعض يا رب. امال لو ربنا اذقنا كل هيعمل فينا ايه؟ امال لو ربنا نزل علينا عقوبة كل معاصينا هيحصل ايه؟ اذا كان كل اللي بيحصل للمجتمع ده بعض الذي عامله. عشان تعرف خطورة اللي احنا فيه. صرخة لكل غافل وغافلة. صرخة لكل غافل وغافلة. فوق على حقيقة الدنيا اللي انت مشغول بها عن ربنا. الغفلة عن حقارة الدنيا. احد يعني احد اخواننا الاثرياء اللي ربنا ادهم ثراء فبيحكي لي قصة. كان يعني نايم في العمارة بتاعته وتحتها المصنع بتاعه وفيها الفلوس بتاعته. بيقول استيقظت نهارا على حريقة. كان في خزانين كيروسين بيغذوا المكان بتاع المصنع. ولع فيهم النار. العمارة كلها ولع فيها النار. العمارة الكيروسين اتكب على السلالم. صاحي بيفتح الباب لقى النار بتجري على السلالم. بيقول لي نزلت الشارع بالهدوم اللي عليا. بيقول العمارة بتولع قدامه فيها مصنعه وفيها فلوسه وفيها وكل عمارة كان فيها كل ما يملك في الدنيا وعفشه وكل ما يملك. سبحان الله بيتصلوا بالمطافي طلع انها كانت بتطفي حريقة ورجع جنب بيتهم وهي رجع جت طفت النار. بيقول لي تتوقع الخسائر اللي انا خسرتها ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي خزانين الكيروسين بس كل حاجة سليمة. قال لي انت عارف انا استفدت من الموضوع ده ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي استفدت ان كل حاجة ممكن تروح في لحظة. كل حاجة. رسالة لكل غني. كل حاجة ممكن تروح في لحظة. رسالة لكل واحد بعدينه عشان الكرسي اللي عليه. كل حاجة ممكن تروح في لحظة. رسالة لكل واحد شغل في الدنيا عن دين الله. كل حاجة ممكن تروح في لحظة. الدنيا يا جماعة عارفين السلام 98 اما غرقت. الدنيا كده. كان فيها شباب سافروا من وهم لسه شباب متخرجين من الجامعة. تخيل واحد سافر بره وتعب وعرق واتبهدل وكان نفسه ياكل وحرم نفسه من الاكل ويشرب وحرم نفسه من الشرب ويلبس وحرم نفسه من اللبس ويقابل اهله وينزل وحرم نفسه من النزول وقعد يحوش 20 سنة كاملة ويقول لما ارجع اكل واشرب واعمل كل اللي نفسي فيه. تخيل ورجع في السفينة كل اللي معاه غرق وضاع ولم ينجو الا هو. بعد 20 سنة شقى عمره ضاع. رجع زي يوم ما كان متخرج. عارفين ده مين؟ ده اللي ضيع بحب الدنيا كل الاعمال اللي عملها. ده اللي اعماله الصالحة حبطت بسبب حب الدنيا. عارف يعني ايه حبوط عملك؟ يعني شقى عمرك يضيع. عارف الدنيا دي خطر لدرجة ايه؟ قال تعالى سبحانه وتعالى في سورة الزخرف ولولا ان يكون الناس امة واحدة. لولا ان الناس كلها كانت تتلقى الدنيا كانوا هيبيعوا دينهم كانوا هيؤثروا دنيتهم على دينهم. ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن اليهود والنصارى لجعلنا لمن يكفر بالرحمن افجر خلق الله لبيوتهم سقفا من فضة. البيوت تبقى فضة ومعارج عليها يظهرون. سلالم القصور بتاعتهم تبقى فضة. اسانسيراتهم تبقى فضة ومعارج عليها يظهرون. ولبيوتهم ابوابة تبقى قصور مش باب واحد. ابواب كلها متفتحة تدخل منين؟ ابواب فضة ومعارج عليها يظهرون. ولبيوتهم ابوابة وسررا عليها يتكئون. العفش يبقى من الفضة وزخرفة. لا ده القصور ذهب والنسقف ذهب والعفش ذهب. يعني ربنا بيقول لك انا ممكن كنت اديهم فلوس يقدروا يعيشوا ذهب في ذهب لولا ان كان كل الناس هتبيع منها عشان تاخد الدنيا. شفتوا الدنيا حقيرة عند ربنا قد ايه؟ لما تلاقي واحد راكب عربية فخمة، لما تلاقي واحد عنده بطين، لما تلاقي واحد عنده مليارات اوعى تخدع باللي هو فيه، اوعى تغفل، اوعى تقع، اوعى تشخصها غلط. ولا ليها قيمة، ولا الدنيا دي من اولها لاخرها لها قيمة، ولا ليها قيمة. سبحان الله العظيم. صرخة
لكل غافل وغافلة في حد. ربنا يسوقه للجنة اللي سوقنا ليها وينام الغفلة عن الجهل والشوق للجنة، الغفلة عن طلب الجنة صرخة بتنفض قلب كل واحد مش قادر يعرف يعني ايه الجنة، يعني ايه الجنة لما ربنا يقولك وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. سبحان الله، وانا في الحرم قلت عرضها السماوات والارض، ده السماوات والارض دي يا رب مليارات السنين الضوئية، مليارات السنين الضوئية، مجرات على مجرات على مجرات، يعني لو كل واحد يتوزع علينا نصيبه من اهل الدنيا ياخد ايه؟ ياخد كوكب لوحده، ياخد مجموعة شمسية لوحده، وكل واحد نصيبه غير الثاني، ممكن واحد ياخد مجرة لوحده قد مجرة. انت عارف يعني ايه ملكك يبقى قد كوكب؟ ملكك يبقى قد كوكب الارض بس لوحده او قد المجموعة الشمسية. انت عارف يعني ايه تبقى دي املاكك في الجنة؟ يعني يعني املاكك، ما ربنا سبحانه وتعالى قال ان الجنة وراثة، تلك الجنة التي اورثتموها. ليه الجنة وراثة يا رب؟ لان الوراثة ملكية، هتبقى ملك بحق وحقيقي، مش افشان يجوا في جيبك وتموت وغيره، لا ملك بحق وحقيقي. ولان الوراثة انت كنت الوقت معكش مليم، فجأة بقى معك 100 مليون جنيه، يعني فلوس جت فجأة بعد تعب القيامة واهولها، فجأة ابواب الجنة اتفتحت. ولان الوراثة من غير تعب، انا معايا 100 مليون جنيه بس طلعت روحي وشبابي مش اتعب ما جبتهم، انما 100 مليون جنيه ورثتهم من غير تعب. انت فاكركم انكم تعبانين الوقت عشان الجنه؟ فاكركم ان احنا تعبنا عشان الجنه؟ احنا ما نعملش حاجه لولا رحمه ربنا للاعمال الضعيفه اللي احنا بنعملها. وراثه الورث ما بيتوزعش بالتساوي، واحد بياخد كتير واحد بياخد قليل، يا ترى انت هتاخد قد ايه؟ وراثه يعني 999 واحد من كل 1000 اللي هيدخلوا جهنم، 999 مكانهم في الجنة، 999 مجموعة شمسية مكانهم في الجنة، مين اللي هيورثها؟ وراثة يا جماعة، وراثة. تخيل أملاكك في الجنة عرضها السماوات والأرض. الواحد بلاقي يفكر يا ترى أغنياء الدنيا دول أملاكهم شكلها إيه؟ يعني بين جيتس ولا غيره عنده 100 مليار مثلا، أملاكه شكلها إيه؟ عشان أتخيل أنا ممكن أملاكي في الجنة تبقى مفرداتها إيه؟ يقول لك ده عنده جزيرة، جزيرة لوحده بكل اللي فيه، وعنده عربيات، مش العربيات اللي انتم بتشوفوها في الشارع، عارفين العربيات اللي بتتأجر ب 15,000 جنيه في الليلة ديت؟ عارفين يا ترى دي فيها ايه؟ يا ترى العربيات دي فيها ايه؟ عندهم يخوت يا ترى شكلها ايه؟ عندهم قصور، تاج محل الهند واحد اراد انه يكرم مراته بعد ما بنالها قبر بقى من عجائب الدنيا السبعه، ده قبرها امال قصرها؟ واذا كانت دي قصور اهل الدنيا لاهل الدنيا، امال القصور اللي ربنا قعدها لك في الجنه؟ حد يشوق للجنه وينام وينام ده عايز يتصرخ في لغايه ما يفوق. عارفين قصور الجنه يا جماعه؟ عارفين قصر عمر ذهب قصر خديجة من قصب وبلؤلؤ مرصع بالمجوهرات، قصر باقي خيام الجنة من لؤلؤة واحدة، الشبابيك والبلكونات وكل حاجة من لؤلؤة، وعموم قصور الجنة طوبة ذهب وطوبة فضة وما بينهم المسك. تخيل المناظر دي كلها حواليك، تخيل دخلت مدينة دي مناظر بيوتها على تنوعها والالوان غير الوان الدنيا، الوان الستاير والوان الزهور والوان كل حاجة غير الوان الدنيا خالص. تخيل الارضية بتاعت القصور ايه؟ طوبة سيراميك وطوبة بورسلين وطوبة رخام وطوبة جرانيت، لا اصبغها اللؤلؤ والياقوت والمرجان، طوبة لؤلؤة طوبة ياقوتة طوبة مرجان. تخيل يعني ايه جنة؟ يعني ايه جنة؟ جنة يا جماعة جنات تجري من تحتها الانهار. ربنا بيقول لك فيها ملاعين امرأة، يعني ايه يا رب ملاعين امرأة؟ يعني ايه؟ يعني انا الوقت لو خدتك دخلتك قصر امير من امراء الخليج هتذهل من اول شكل البوابة لحد النباتات اللي في الجناين لحد سلالم القصر لحد الفرش لحد الاكل لحد كل حاجة هتذهل. طب انا لو جبت بقى الامير ده ودخلته قصر امير تاني مش هيهمه ليه؟ لانه شاف كل حاجة. ايه يعني؟ انما اللي هيشوف الجنة كله هيذهل، الامير هيذهل زي الفقير، الملك هيذهل زي العبد،
الغني هيذهب زي المعدن، نعيم فوق قدرة اي انسان على تنعم، فوق قدرة اي انسان على انه يصل اليه في الدنيا. عشان كده ملا عين الراس، يعني كله هيذهب، كله هيظهر. يا جماعة عارفين يعني ايه جنة؟ جنة يعني حاجة مستورة. يعني ايه؟ يعني ربنا اعتبر ان مجرد رؤيتها نعيم، محدش يستاهل لما يشتغل. جنة محدش جرحها بعينه قبل ما انت تتمتع بيها. يعني انت دلوقتي ممكن يكون نعيمك في الجنة بيعد وانت مش حاسس، وانت ولا حد هيشوفه لحد ما انت بتشوفه وتتمتع بيه. نعيم مستور عن العيون. تخيل قصر عظيم كله فميه، والفميه متغطي بستاير من جوه، وانت حاسس ان جواه اصناف ملذات رهيبة، ولكن انت مش عارف تدخل جواه. شوقك ليه يبقى ايه؟ اهو تخيل الجنة والشوق ليها. سترت جنة يعني مستورة حتى عن القلوب، محدش يقدر يتخيل النعيم اللي فيها. متر الجنة الواحد، عدد اصناف النعيم اللي فيه اعظم من عدد اصناف النعيم اللي على وجه الكرة الارضية كلها. تخيل الجنة دي يعني ايه؟ يعني ايه جنة؟ يا جماعة احنا المفروض نتعامل مع الجنة دي زي بقى اهل الدنيا بيتعاملوا مع البورصة. بيتعامل ازاي؟ يروح يحط معظم فلوسه في شركة، اكبر شركة هو مركز فيه، وبعد كده يحط له سهمين في كل شركة، يمكن لو حاجة كسبت يطلع معاها. هو انت لازم تركز، لازم تحط معظم مجهودك في طاعة معينة، عبادة، دعوة، علم، وبعد كده باقي الابواب كلها ترمي لك سهمين في كل باب، ما تعرفش هتيجي بايه، ما تعرفش الاسم دي هيبقى قيمتها يوم القيامة ايه، ما تعرفش الارباح هتبقى ساعة ما تلقى الله ايه، ما تعرفش. الغفلة صرخة لكل غفل وغافلة. حد ربنا يشوقه للجنة ده ايه؟ وينام يا جماعة، ينام بعد ما ربنا شوقه لهذا النعيم الباخر الرهيب، لهذا النعيم. ربنا بيقول لا يبغون عنها حولا. يعني ايه؟ يعني يا جماعة في شباب نوادي مش عايزين يسيبوا الناس. في شباب، الواحد زمان ايام ايام ثانوي، ايام ما كان يروح الاستاد والحاجات اللي زي ديت، كان يبقى مش متخيل ان الشتاء هيجي وهيتحرم من الحاجات دي. سبحان الله، فلما تاب الله عليه بقى يمشي من بره كده يقول يا عيني على الغلابه اللي جوه، يا عيني لا يبغون عنها حولا. انت مهما كانت شقتك جميله نفسك في شقه اجمل، مهما كان موبايلك حلو نفسك في موبايل اعلى، مهما كانت عربيتك جميله نفسك في عربيه اجدد وامكانياتها اكثر وفول اوبشنز اكثر، ولكن الجنه انت لا يمكن يبقى نفسك في حاجه فيها. انت من كتر النعيم اللي انت فيه مش قادر اصلا تغمض عينيك عشان حتى تحلم بحاجه اكتر من اللي انت فيها. انت مش قادر حتى تغمض عينك من كتر النعيم، يبقى هتحلم بايه تاني؟ لا يبغون عنها، لا يبغون عنها حولا. تخيلوا يا اخواني، اهل الدنيا، اهل الغرب اعتبر الدنيا قضيه حياه وموت، لان هم ما بيفكروش في الاخره، ومعظمهم مش مؤمن بالاخره، فخلوها جنه. فلما تمشي بره في بلاد بره تحس ان التكنولوجيا والشغل اللي عاملينه جنه، ولكن بهايم ماشيه في الشارع الا من رحم الله، لا حد بيذكر ربنا، ولا اذان بيرفع وحد بيقفل تجارته يروح يلبي نداء ربنا، ولا واحده ماشيه متحجبه متعففه ان مفيش حاجه منها تظهر، تعففا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، يدي الله سبحانه وتعالى. الجنة احنا عايزين ناخد الجنة بقى حياة وموت، عايزين نحب الجنة زي ما هم حبوا الدنيا. يا اخواني لو اشتغلنا للجنة زي ما الغرب اشتغل في 300 سنة اللي فاتوا للدنيا هنعمل ايه؟ يا اخواني لو جهدنا للجنة زي ما النوبل وينرز جهدوا عشان ياخدوا جايزة نوبل هنوصل لايه؟ يا جماعة لو تعبنا عشان الجنة زي ما عربيات الطريق السريع والمعمار والهندسة والطب والفلك والصيدلة وكل العلوم اهلها تعبوا فيها عشان يفهموا الدنيا ويعمروها نعمل ايه؟ يا جماعة عايزين نحب الجنة زي ما هم حبوا الدنيا، نتعب لها زي ما تعبوا عشان الدنيا، نسعى للجنة زي ما تعبوا عشان الدنيا. عايزين نبقى صادقين في الرغبة في الدار الاخرة زي ما هم كانوا صادقين في الرغبة في دار الحياة الدنيا. مين يقدر يبقى كده؟ مين يقدر يصعبني عليه جنة؟ يعني تخيل لو انا جبت لك حتة ارض جار قلت لك ده انت جار رئيس الجمهورية، يا العربية الجدار في الجدار ايوه، طب انا جبت لك حتة ارض جار ملك من ملوك الدنيا الجدار في الجدار ايوه، انتوا عارفين يعني ايه؟ ان الجنة دي في جوار الله. انت عارف يعني ايه جارك هو الله؟
يبقى متر الجنه هيبقى بكام؟ يبقى جنن يبقى ايه؟ لما يقول لك جنه الارض يعني اخرجت الاعاجيب، نباتات محد شافها قبل كده. الجنه دي الاعاجيب، بلد الاعاجيب ومتع الاعاجيب. الجنه حد ربنا يشوقه للجنه وينام يا جماعه، صرخه لكل غافل وغافله، حد ربنا يخوفه من النار زي ما ربنا خوفنا منها وينام. في حد يبقى النار اللي ربنا خوفنا منها دي هو مهدد بها؟ وانت خدت الفرق بين نجاة من النار؟ يعني انت لسه مهدد؟ في واحد مهدد بهذه النار اللي ربنا وصفها ولسه يا جماعه غافل ونايم؟ الغفله عن جهنم، الغفله عن العذاب في دار، في دار العذاب والعياذ بالله. حتى الاوصاف اللي ربنا تصبح النار في القرآن، يا اخي ركز يا اخي، اسمع كلام القرآن عن الدار الاخرة، ركز يا ابني. لما ربنا يقول لك عذاب غليظ، يعني عذاب غليظ؟ الغليظ ده في الدنيا يقول لك رقيق القلب اللي اي كلمتين يخلوه يبكي. طب الغليظ مفيش حاجة تفصل في قلبه حجر، اهو كل حاجة في النار غليظة. قلوب الملائكة، الملائكة غلاظ شداد، الات التعذيب الات غليظة، كم التعذيب كم غليظ. الملائكة غليظة، مهما عظمه اتكسر بالمقابع مش هيرحموه، مهما جلده اتسلخ بالنار مش هيرحموه، مهما لحمه انصهر بالحميد مش هيرحموه، مهما حصل له واتسحل في جهنم مش هيرحموه. غلاظ، يعني ايه عذاب غليظ؟ الات التعذيب نفسها غليظة، من الات التعذيب في جهنم المقامع. عارف يعني ايه المقامع؟ يقول لك الات القمع، يقول لك قمعت مثلا المظاهرات. يعني ايه القمع؟ القمع يعني الاجبار على ان كل واحد يرجع مكانه. يعني ازاي بيقمعهم عشان يضطروا انهم يدخلوا زنازينهم في جهنم تاني؟ ازاي لما بيحاولوا يهربوا الاطراف جهنم يقمعهم عشان يرجعوا لها تاني؟ ازاي مقامع؟ القمعة دبانة بتدخل في انف البعير تجننها، يعني ممكن المقامع دي تدخل في اجسادهم وهم بيضربوا بيها. القمعة البؤر القرح اللي بتطلع في العينين، ودي من اشد الحاجات الاما. تخيل القرح اللي في اجسادهم بسبب هذه المقامع. المقامع صياط من حديد. عارف لما واحد يتعذب بجنازير الحديد، لما واحد يتعذب بجنزير عجلة، لما واحد يتعذب صياط الحديد اللي اطرافها ملوية عشان تعذب وتقطع وهي نازلة، وتعذب وتقطع وهي راجعة. عذاب غليظ. يعني ايه عذاب غليظ؟ يعني ايه عذاب غليظ؟ يعني ايه مقامع؟ القمع الضرب على ام الرأس، الضرب على الرأس يعني يضربوا بيها وتهشم رؤوسهم. يعني ايه مقامع؟ العذاب غليظ، حتى الات التعذيب غليظة، حتى كم التعذيب غليظ. شوف ربنا يقول ايه؟ خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم، اخطر حتة مولعة في جهنم، ثم ريحوه لا صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق انك انت العزيز الكريم. شوف ربنا يقول هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. هيحصل يا رب؟ يطوفون بينها وبين حميم آن، من النار للحميم ومن الحميم للنار ومن النار للحميم ومن الحميم للنار، مفيش راحة. شوف ربنا بيقول ايه؟ خذوه فغلوه ثم ريحوا، لا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه قلبوه على كل ناحية على النار، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا عذاب غليظ. يعني يا جماعة كلما خبط زدناهم سعيرا، كلما يعني عذاب متجدد ده بيخافش، كلما خبط الخطو ان الفحمة النار بيتولق بيولع في الفحم والفحم يبقى نار. الفحم لما بيستهلك ويتود خالص يبدأ النار تخبو بقى تطفي غليظ. يعني يا جماعة كلما خبط زدناهم سعيرا، كلما يعني عذاب متجدد ده بيخافش، كلما خبط الخطو ان الفحمة النار بيولع في الفحم والفحم يبقى نار. الفحم لما بيستهلك ويتود خالص يبدأ النار تخبو بقى تطفي، وتخبو من اجسادهم، يبدأ يبقى عندهم امل ان النار تطفي. زدناهم هم بقى من زدناها، يعني يبقوا هم نفسهم الات تعذيب في جهنم والعياذ بالله. زدناهم سعيرا، يعني ايه عذاب السعير؟ عذاب السعير هو العذاب اللي من شدته بيحصل السعر اللي هو الجنون، بيجنن اللي بيعذب بيه. عذاب السعير هو المكان اللي كل حاجة فيه مسعرة
ومسلطة النيران المتوهجة على الأجساد والعياذ بالله. عذاب السعير يعني اللي بيدخله بيتحول إلى وقود صعر به النار على خيره، يتحول لألم من آلات التعذيب والعياذ بالله. كلام ما يعديش، كل كلمة في القرآن عن الجنة، كل كلمة في القرآن عن النار صرخة في كل غافل وغافلة، صرخات للغافلين بتنفض قلوبهم نبض عشان يفوقوا في عصر الغفلة، مرض العصر اللي احنا عايشين فيه. ربنا بيقول نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب النار. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم، يعني نمتعهم قليلا يا رب؟ قليلا يا رب، ده فلان عنده 100 مليار جنيه، قليلا يا رب، ده فلان عنده اعمال بملايين في كل بلد من بلاد العالم الكبيره، قليلا يا رب، ده فلان يا رب متجوز اجمل النساء وعنده يا رب اموال، قليلا يا رب، ده الملك فلان حكم بلده 50 سنه، قليلا، كل ده قليل ورايح. الفاجر والعياذ بالله اما بيموت خلاص كل النعيم بينتهي، انما المؤمن النعيم بيتصاعد اكثر، فكل قليلة. ثم نضطرهم الى عذاب النار، يعني ايه نضطرهم؟ المضطر ده يا جماعة واحد ماشي في صحراء كان فيه حتة لحمة معفنة يرجع لما يشوفها وهو ماشي في اي مكان، يشمئز من منظرها لما يشوفها، جاع وهيموت لدرجة انه كلها، اهو ده الاضطرار، ان حاجة انت ما بتطهرش ولكن نتيجة اللاشد منها اضطرت اليها. يعني ايه ثم نضطرهم؟ يعني مش الملائكة ممكن تحدف بعضهم في جهنم؟ لا، ده هو اللي يدخل برجليه. ازاي؟ تعرضوه النار كأنها سراب زي المية، هيموت بالعطش يجري يقع فيها، اضطر بجلد العطش انه يرمي نفسه فيها. يعني ايه؟ يعني في جهنم تحصل مطاردة، الملائكة تطاردهم بمقام على الحديد، عايزين يهربوا في اي مكان يلاقوا الزنازين مفتوحة يحسبوها مخبأ ولا مكان ولا منفذ ولا منجا، يدخلوا تغلق عليهم، يبقى هم اللي اضطروا بنفسهم برجلهم انهم يدخلوا فيها. آلات التعذيب عايزين يعذبوا، يعذبوا، طب هم هيروحوا؟ ده هم اللي يختاروا التعذيب بايدهم. ليه؟ خوفا من مقابع الحديد اللي في ايدي الملائكة. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب النار والعياذ بالله. عارف يعني ايه الانسان هو اللي يدخلها برجليه؟ هو اللي يرمي نفسه في زنازيرها بنفسه؟ هو اللي يخاف يهرب من آلات تعذيبها بنفسه خوفا من الاشد منه والعياذ بالله؟ النار يا اخوان، عذاب النار صخر كل غافل وغافلة عن جهنم، مش عارفين يعني ايه جهنم، مش عارفين يعني ايه النار، يعني ايه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول انها لاحدى الكبر، ده ربنا بيتكلم على الفقر، يعني ايه احدى الكبر؟ قال لك يعني المصيبة اللي ما فيش زيها مصيبة، يعني ايه؟ يعني ما فيش مصيبة في تاريخ البشرية ولا زلزال ولا بركان يجي حاجة جنبها، يعني ما فيش اي هم ركب اي بني ادم في يوم من الايام يجي حاجة جنبها، انها لاحدى الكبر، ما فيش عذاب انسان اتعذب فيه في الدنيا يجي حاجة جنبها. قال لك لا، ده الكبر دي كمان ابواب جهنم، يعني قال لك يعني الذكر دي اخطر جزء في جهنم كله، ده الفردوس الاعلى في الجنة كده، صقر هي العدس بقى، احدى الكبر، يعني ربنا احدى الكبر يعني الكبيرة اللي ما فيش لها زي، ما لهاش زي، يعني ربنا سمى دركات جهنم الكبر، لان الحاجة الكبيرة دي اللي بقى لها عمر طويل، عذاب النار من قبل ما احنا نتولد بالاف السنين بيعد، يعني عذاب معطل، يعني حشرات جهنم دي حشرات اتربت في الجحيم. فاكرين العقرب اللي كلمتكم عنه اللي لما عمل انفجار نووي لقوا عقرب طالع من قلب الانفجار بعدها؟ تخيلوا بقى عقارب جهنم شكلها ايه، تخيلوا بقى حيات جهنم شكلها ايه، عذاب كبير، عذاب قديم، عذاب عظيم، تخيل والعياذ بالله. حتى كلمة الكبريت، الكبريت اللي بيولع على طول جاية من الكبر برضه، انها لاحدى الكبر، كبر حاجة كل واحدة اكبر من الثانية في العذاب وفي الاهوال والعياذ بالله. لما جمع ربنا يسمي يوم القيامة الساهرة، فاذا هم بالساهرة، قال لك ايه الساهرة ديت؟ ناس قالت الساهرة اللي هي النار، ليه؟ اهلنا بيناموش من العذاب ورا بعض والعياذ بالله. ناس قالت الساهرة يوم القيامة ليه؟ قال لك لان الساهرة دي كان اسم من اسماء الصحراء القاحلة الرهيبة، اللي كان بيدخلها كان يخاف ينام احسن يهلك، يفضل ماشي لحد ما يطلع منها،
يوم القيامة 50,000 سنة مفيش نوم، 50,000 سنة مفيش نوم، حساب متواصل وعرض متواصل وجزاء متواصل. كل كلمة ربنا قالها عن الجنة والنار يا جماعة صرخة بتنفض قلبك، بتنفض قلبك نفس، بتنفض ايمانك ايقاظ، صرخة لكل غافل وغافلة. في حد يبقى ربنا مراقبه الرقابة اللي احنا متراقبينها وينام؟ الغفلة عن رقابة الله عننا، الغفلة احنا متراقبين قد ايه قبل ما نغرق يا جماعة، قبل ما السفينة اللي احنا فيها كلها تغرق، قبل ما انت تغرق او الدنيا تغرق، عايزين نفوق. صرخة لكل غافل وغفلة عن رقابة الله سبحانه وتعالى. اللي بيشرب دخان ده مثلا، اي كأي معصية، وكلنا عصاة ربنا يتوب علينا جميعا، اللي بيشرب دخان ده مثلا ده متراقب. يعني ايه متراقب؟ يعني ايه يعني متراقب ازاي يعني؟ تخيلها، يعني انت متراقب اللي بتشرب سيجارة واللي بتشرب اي حاجة، متراقب وانت بتعد الفلوس اللي تجيبك وبتصلحها وبتشوف هي تكفي ثمن العلبة ولا لا، ومتراقب وانت بتمشي خطوة خطوة للمحل اللي بيبيعها وبتطلع له الفلوس وبتحطها قدامه، ومتراقب وبياخدها منك ويديك العلبة بايد تمسكها بالايد التانية، ومتراقب وانت بتفتح بايدك العلبة وبتطلع سيجارة، ومتراقب وانت بتطلع ولعها او كبريت وبتولعها عشان تولع السيجارة، ومتراقب وانت بتسحب نفس نفس وكل نفس دخل حجرك، متراقب من ساعة ما دخل لغاية ما خرج. عارفين يعني احنا متراقبين؟ عارفين يعني احنا في رقابة الله؟ احنا عاملين زي طلبة دخلوا امتحان، دخلوا امتحان، والامتحان اتقال لهم ده امتحان كبير وخطير واستعداد وطلارئ، ودخلوا الامتحان كل واحد على المكتب وخايف ومرعوب وطلع الورق وبدا يكتب، وبعد كده بص حواليهم كده، ايه ده؟ ده ما فيش حد بيراقب ده، لا ايه ده؟ ده ما فيش حد بيقول لنا انتوا بتجاوبوا ولا لا؟ ده ما فيش حد معانا، ده باينه مش امتحان. بدأوا يبصوا لبعض، واحد جريء قام، الثاني قام، الثالثة قامت، الرابعة قامت، بدأوا يلعبوا ويهيصوا ويتمتعوا ومحدش واخد باله ان كل واحد منهم في 10 كاميرات متسلطة عليه لوحده، بتراقب كل حركة وسكنة بيعملها. هي دي نوعية الرقابة اللي احنا بنراقبها واحنا مش داريين رقابة بدون ما تدري. يا اخواني يا اخواني، تخيل لو انت واقف او انت واقفة على حتة حديد متوصلة بسلك في 3000 فولت، الكهرباء اللي فيه 3000 فولت، ونهاية السلك فيها كبس في ايد واحد، لو انت ضايقت يعمل فيك ايه؟ لو انت اتحديته يعمل فيك ايه؟ لو انت اغضبته يعمل فيك ايه؟ انت تعرف ربنا يقدر يعمل فيك ايه؟ انت تعرفي ربنا يقدر يعمل فيك ايه؟ احنا نعرف ربنا يقدر يعمل في اللي يغضبه ايه؟ اهي دي يا اخواني، اهي دي، احنا متراقبين قد ايه؟ لو حسينا احنا متراقبين قد ايه؟ لو فهمنا درجة الرقابة اللي احنا مراقبينها ازاي احنا متراقبين؟ ولأي درجة؟ يا جماعة العقوبات الدنيوية اللي بتنزل على العصاة دلالة احنا متراقبين قد ايه؟ هتقولي معصية واحدة، معصية واحد بتشتري منه حاجة غشك، ما باين لكش العمل اللي فيها، دي بتحصل من كم بائع قطاعي؟ من كم بائع فاكهة كل يوم؟ من كم رجل أعمال؟ من كم تاجر؟ من كم محل؟ من كم واحد بتتعامل معاه؟ كل يوم مليار واحد ممكن يغش في حاجة زي دي، كل واحد منهم بيتعاقب في الدنيا، لأنه ما باينش فتمحق البركة، ده ابنه يعيا والفلوس تروح في مرضه، وده عربيته تتخبط والفلوس تروح في تصليحها، وده رزق كان جاي له ويتحرم منه، يعني إيه؟ يعني أنت لو تخيلت ربنا بالعقوبات اللي بيعاقبها للعصاة في الدنيا معناها ربنا مراقبك قد ايه؟ لما تشوف كل جزاء من جنس العمل تعرف ربنا مراقب قد ايه؟ احد الافاضل في بلاد الشام بيحكي قصة حصلت وكان من شهودها، بيقول ان هو كان يعني واحد واقف بيتاكل مع واحد في الشارع، فواقف الاثنين خضبهم لدرجة ان واحد طلع مسدس وضرب النار على الثاني، الطلعة بدل ما تيجي من الثاني طاشت، واحد راجل بيفتح محله وغلبان وبتطلع راسه من المحل يشوف في ايه، قامت الدار طلقة جاية في عموده الفقري في رقبته في النخاع الشوكي، جابت له شلل رباع الجسم كله خلاص. فالناس واحد راح لهذا الرجل بيقول له طب ده ذنبه ايه؟ طب ده راجل، طب انت بتقول بقى اقدار ربنا ولطف ربنا، طب ده ذنبه ايه؟ ده واحد بيمد رقبته من المحل تيجي طالعه تجيب له شلل رباعي، راجل غلبان. بيقول ذلك الرجل الفاضل بيقول سبحان الله، في نفس اليوم يفوت عليا واحد
ويكلمني عن واحد في نفس البلد ربنا استأمنه على مال يتامى. فلما كبر اليتامى وبلغوا الرشد طلبوا مالهم، قال لهم مالكوش حاجة عندي. وبيقول له امبارح الساعة 9 بالليل كانت قاعدة ما بين بعض الناس الافاضل وما بينه بيحاولوا يقنعوه يرجع لليتامى مالهم، مرضاش يرجع لليتامى مالهم. فإذا به لما القصة توصل للاخر يعرف ان الرجل اللي امبارح الساعة 9 بالليل مرضاش يرجع لليتامى مالهم وكان مالهم هو الراجل اللي كان فتح محله النهاردة وطلع رب يبص فيه الطلقة جت في النخاع الشوكي جابته سنة الرباعي. سبحان الله العظيم، شلهم بالفقر فربنا شلوا بطلقة رصاص، لان فقر اصلا يعني ضربة بتضرب العمود الفقري اصلا. فجيب سنة الرباعي ده معنى كلمة فقر في اللغة مش من قصة، معنى كلمة فقر في اللغة ضربة تضرب العمود الفقري تجيب سنة الرباعي. فقرهم ربنا فقره بعطله فقر فقرته جزاء من جنس العمل. سبحانك يا رب. يبقى ربنا رقيب ولا لا؟ يبقى ربنا شهيد ولا لا؟ يبقى ربنا يعلم كل حاجة بتحصل ولا لا؟ يبقى ربنا مراقب كل حركة وسكنة فيك ولا لا؟ يبقى انت تحت قيادة ربنا قد ايه؟ ارخى لكل غافل وغافلة. ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم. يا رب وفيت كل نفس، مليارات الاعمال الذنوب والطاعات اللي البشر بالمليارات عملوها على مدى التاريخ، الملائكة وفيت كل نفس ما عملت ولا الملائكة سجلتها؟ ربنا قال لك لا، وهو اعلم بما يفعلون. يعني ايه الملائكة كتبت ايدك عملت ايه؟ عينك بصت لايه؟ لسانك قال ايه؟ بصيت فين؟ اتفرجت على ايه؟ رحت فين؟ ولكن ما كتبتش قلبك حالته كانت ايه؟ هي دي وهو اعلم. يعني ربنا مراقب مليارات القلوب في مليارات المليارات من الاعمال للنهار الى ان يرث الله الارض ومن عليها. يبقى درجة رقابة ربنا دي يبقى تخاف ولا لا؟ يبقى تفوق ولا لا؟ يبقى تعمل حساب يعني ايه رقابة ربنا ولا لا؟ صرخة لكل غافل وغافلة، صرخة لكل غافل وغافلة. انتوا مشغولين عن ايه بايه؟ انتوا بتبيعوا ايه بايه؟ صرخة لكل غافل وغافلة. مفيش حد يذنب الذنوب اللي احنا اذنبناها دي وينام يا جماعة. منفعش يا اخواني الغافلة عن عقوبة الذنوب اللي احنا بنعملها. ودي من اخطر النقاط في الدرس بتاع الليل، دي من اخطر النقاط. احنا وصلنا لايه يا جماعة؟ وصلنا لايه؟ اللي بيحارب النقاب الوقت مين؟ هو صاحب جماعات مسلمين. ليه؟ عارفين يترقى. اللي بيدعو للمعازف والاغاني الوقت مين؟ الراقصات. لا، دعاء. ليه؟ عشان يتفتح قدامهم النوادي والجامعات والاماكن اللي ما بتتفتحش قدامها، يتفتح قدامه كل مكان. يا اخواني في الله، اخواني احنا وصلنا لايه؟ الشباب الوقت وصل ليه؟ الشباب الوقت في الكورة يا اهلاوي يا زملكاوي، وفي الاغاني يا عمراوي يا سمراوي، وفي المعاصي تخصصات يا زنا يا مواقع يا مخدرات، الا ما رحم الله سبحانه وتعالى. لا لا يا جماعة، الواقع ده ما ينفعش يتكف عليه، ما ينفعش. كل شاب وفتاة بيعصى ربنا بره الوقت في رقبتنا، كل ملتزم وملتزمة كان المفروض يبقوا معانا وانتكسوا وما جوش لانهم انتكسوا في رقبتنا. احنا في رقبتنا مسؤولية تجاه مين؟ الله سبحانه وتعالى. يا جماعة احنا وصلنا لايه؟ وصلنا لايه؟ لما كنا بنتكلم عن الاغتصاب للمسلمات في سجن ابو غريب، طب ما المسلمين بيغتصبوا اكثر من الكفار اغتصبوا المسلمين، اغتصبوا اراضينا. طب ما المسلم الوقت بيغتصب ارض غيره وبياكل ورث غيره وبياكل ورث اليتامى. لما الروس ضربوا من الشيشان، طب ما احنا اجرمنا في حقهم اكثر ما اجرموا في حقنا، هم اجرموا في حق دنيتنا، احنا اجرمنا في حق اخرتهم، احنا ما رضناش ندعوهم فربنا سلطهم علينا عقوبة على ترك الدعوة. غدر بتحسرة، احنا ذنوبنا قنابل عليهم اشد من قنابل اليهود. احنا مش حاسين احنا وصلنا ليه ولا ايه؟ مش حاسين؟ في الدنمارك شتموا النبي عليه الصلاة والسلام، طب ما احنا اهلنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام اكتر، طب ما الشباب اللي بره اهل سنة النبي عليه الصلاة والسلام اكتر. وفي النهاية لما يجي ترجال ولا يجي فقر ولا يجي أنوثة ولا يجي أزمة ببراءة من قطعة النظير نقول ليه؟ يا أثر سلمان الصحيح ومثل الفاجر، وفي روايات ضعيفة المنافق، ومثل الفاجر إذا مرض ثم عوفي
كمثل البعير اذا عقله اهله يعني ربطوه ثم اطلقوه لا يدري فيما عقل ولا فيما اطلق. بشيمة ربطوها في حيطة هي مش عارفة اتربطت ليه, فكوها مش عارفة فكوها ليه. هو ده المنافق, ما مش عارف هو مرض ليه ورق ليه, ما مش عارف هو جاله فلوس ليه وفطار ليه, ما مش عارف العنوسة ليه, ما مش عارف البطالة ليه, ما مش عارف الزلازل ليه, ما مش عارف صعوبة الدين في هذا الزمان ليه, ما مش عارف. ما بيربطش ما بين اللي احنا بنعمله وما بين اللي بيحصل فينا. يا جماعة دي قوانين زي قوانين الفيزياء والكيمياء, قانون زي قانون ارشميدس كده بالظبط قانون. وما ظهرت الفاحشة قط لا يمكن ولا مرة, وما ظهرت الفاحشة قط في قوم حتى يعلنوا بها, تبقى عين عينك في الشوارع, الا فشى فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. قانون ده قانون ارشميدس. اللي فاكر ان ده مش زي ده يبقى ما هوش عارف, ما هوش عارف. عشان كده انا عايز اقول لكم صرخه لكل غافل وغافله, مش على ذنوبنا اللي احنا عملناها, لا على لو احنا استمرنا احنا لسه مهددين بايه. في حد يهدد باللي احنا مهددين بيه ويفضل برضه يعصي ربنا؟ يا جماعه ده حديث واحد من احاديث المعازف اللي هنتكلم عنها باذن الله سبحانه وتعالى. حديث واحد بس الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول يكون في امتي مسخ مسخ وخص وقال اذا ظهرت المعازف والقينات, الراقصات زي فلانة وفلانة كانوا بترقص وتغني, اذا ظهرت الله اكبر يعني بسبب معصية واحدة بس من المعاصي اللي في المجتمع الوقتي احنا مهددين بالخسف والمسخ والقذف بسبب معصية واحدة بس احنا مهددين بايه اللي بيحصل في اي وقت؟ امال باقي المعاصي احنا مهددين بسببها بايه؟ صرخة لكل غافل وغافلة. في حد يهدد باللي احنا مهددين بيه وينام؟ في حد يذنب الذنوب اللي احنا اذنبناها وينام؟ انتوا مطمنين ليه؟ مطمنين ليه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر. مطمنين ليه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرج ولا خرجتم الى الصعودات تجارون الى الله. مطمنين ليه؟ اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شدد عليه في الموت حتى قالت عائشة والله ما اغبط احدا بهوان موت بعد رسول الله. مطمنين ليه؟ اذا كان سعد بن معاذ اللي استدره العرش واتفتحت له ابواب السماء وشيعت جنته الملائكة ضم عليه قبره وضاق عليه قبره, مطمنين ليه؟ اذا كان ابليس اللي روث بعض الاثار انه عبد ربنا 80,000 سنة قبل ما يقع وقع بعد 80,000 سنة عباد, مطمنين ليه يا اخواني؟ مطمنين للواحد لما بيصوم ويجي يتصحب زي بكره الخميس كده باذن الله سبحانه وتعالى كل مره في درس الاربع نفكر بعض الاسلام الخميس ان شاء الله زي وانت بتتصحب كده شوف احنا ده 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 الشمس الخميس الساعه 8:10 وانت قاعد تاكل مرعوب قاعد تشرب ميه لحد ما خلاص هتموت من الميه مرعوب من العطش بتاع ساعات في يوم حر بسيط. امال العطش 50,000 سنة والشمس على قدر مين؟ وانت بتتسحر النهارده وانت بتتسحري النهارده اسال نفسك مطمنين ليه؟ مطمنين ليه يا اخواني؟ يا جماعه يا اخواني الغفله عن عقوبه, احنا بنلعب بالنار, احنا بنلعب بالنار. المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده بيلعب بالنار بسبب المعاصي اللي بيعصي ربنا بيها. قال تعالى يوم يفر المرء من اخيه. سبحان الله يا رب. طب ليه يا رب مش يوم يهرب المرء؟ لا الهرب يقول لك فلان هرب من السجن. تقول له ازاي هرب ازاي؟ يقول لك عمل خطه بيت بالليل وعمل انه نايم ونصب الشباك الفلاني واستخبى في الحته الفلانيه وخرج من الحته الفلانيه في الدور الفلاني وده خطه. الهرب ده حاجه انت بتفكر فيها وعندك وقت تخطط وتفكر, امال الفرار؟ لا
الفرار ده اسد هاجم عليه. الخطر اعظم من انك تفكر. مفيش وقت تحسب. مفيش وقت تخطط. مفيش وقت تشوف هتجري في اتجاه ايه. مفيش وقت تشوف هتعمل. انت بتفر وخلاص. يوم يفر المرء. الفزع ده كله ليه يا رب؟ من مين يا رب؟ من اخيه. ليه؟ لان اخوه عليه ذنوب وجاي له يقول له شيل عني. شفت المعصيه خطيره ازاي؟ يوم القيامه العاصي يتعامل زي اللي عنده مرض رهيب. زي واحد كده عنده مرض وبائي قاتل وجاء قاعد وسطنا وقاعد يكح ويعطس. شوفوا الناس هتجري من كل ناحيه. يوم القيامه العاصي يبقى كده هيترعب منه. انت هتوديني جهنم بعدك ولا ايه؟ يوم يفر. كلمه يفر دي بتصرخ في قلبك، بتوقظ قلبك، بتنفض قلبك، بتقول لك فوق من الغفله اللي انت فيها. اعرف يعني ايه معصيه يا جماعه. في فواتير، كل معصيه لها فاتوره. اللي عايز يزني يزني، بس انت عارف خطوره الزنا. اللي عايز يشرب مخدرات يشرب، بس انت عارف خطوره المخدرات. اللي عايز يروح الليل يقع في معصيه من معاصي السر يقع، بس انت عارف خطوره معاصي السر ايه. انتوا عارفين الفاتوره ايه. انتوا عارفين الثمن ايه. عشان كده لازم تخلص الفواتير اللي عليك اول باول، تجدد التوبه. اللهم تب علينا يا رب. اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا. اللهم تب علينا توبه لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا. تتوب لربنا، تخلص الفواتير اللي عليك على طول. مش عايزين نوصل لمرحله حتى عفو. حتى عفو العفو اللي هو انمحاء الاثر في التراب. خلاص راح، يعني ما عادش في حاجه بتاثر فيه. يعني خلاص تصحى تلاقي الفجر راح عليك، كنت زمان تبكي الوقت عادي. خلاص تخرج تشوف منكرات لا تغيرها، كنت زمان قلبك يتحرق وتحس انك منافق الوقت عادي. خلاص تسمع عن ازمه من ازمات الامه، كنت زمان تبكي الوقت عادي. خلاص ما عادش حاجه بتاثر فيك، تطلق بصرك في حرام نظره، كنت زمان تندم الوقت عادي. مش عايزين نوصل لمرحله حتى عفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم أما بعد، إيه رأيكم يا إخواني بقى في الورق الأبيض اللي طالع عندي كده؟ جميل، مفاجأة جميلة. ممكن يكون في حبر سري ولا حاجه. اللي هقول لكم دلوقتي هنعمل بيه ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن نكمل يعني ما تبقى من موضوعنا، والمفروض ان احنا رسلنا حاجات كثيره، ولكن يعني نكمل في هذه الدقائق باذن الله بعض ما تبقى. اخواني في الله، لما تيجي تكلم شاب مبتلى ابتلاء شديد، او بنت مبتلى ابتلاء شديد، فيعني بنت مثلا خلاص يعني فرصه الزواج بينك وبينها تقول لها يا بنتي توبي، انت عصيت ربنا في كذا وكذا. تقول طب ما انا كويسه، طب يا بنتي يا جماعه توبوا، يعني نموت. يا عم هو انا بقول لك موت؟ هو انا لما اقول لك البيت احجاب امهات المؤمنين بقول لك موتي؟ هو انا لما اقول لك صلي وصوم واحضر دروس دينيه واختم المصحف بقول لك موت؟ هو انا لما اقول لك سيب القنوات الفزه، ولا اقول لك سيب المعازف، ولا اقول لك سيب المواقع، يبقى بقول لك موتي؟ يعني هو طاعه ربنا بقت الوقت عندنا اسمها موت؟ احنا بقينا بنسمي الطاعه والالتزام الحقيقي على منهج سنه النبي عليه الصلاه والسلام موت؟ ازاي يا اخوان؟ صرخه لكل غافل وغافله عن ازاي دينك يحارب هذه الحرب وانت نايم. الغفله عن اننا في معركه يا جماعه، في معركه يا اخوان. يا جماعه دي من اخطر انواع الغفله اللي موجوده، من اخطر انواع الغفله، ان احنا في معركه دلوقتي. وانا بصوف حوالين بيت الله الحرام بقول يا رب، رب انصرنا على القوم المفسدين. بعد كده وقفت قدام الكلمه القوم المفسدين، احنا في معركه بقى، ده احنا عايزين ننتصر. مين القوم المفسدين؟ القوم المفسدين يا جماعه المغنيين والمخليات. ايوه القوم المفسدين، العلمانيين، منكرين السنه، اصحاب البنوك الربويه، اصحاب الوظائف اللي بتنشر الحرام في المجتمع، اصحاب الجرائد العلمانيه، اصحاب البرامج العلمانيه. رب انصرنا على القوم المفسدين. انت حاسس ان في معركه ولا لا؟ حاسس بكلمه سيدنا نوح رب اني مغلوب فانتصر ولا لا؟ حاسين ان احنا مغلوبين ازاي يا جماعه؟ المتبرجات دول خرجوا ازاي؟ اهاليهم يا عم ابوهم يا عم والعياذ بالله راجل بيوت يا عم، خرجوا ازاي واحنا عايشين؟ يا عم ازاي الجرايد العلمانيه دي خرجت؟
كان ممكن النبي عليه الصلاه والسلام وهو موجود هو والصحابه يصدر جريده علمانيه في المدينه المنوره وبرامج علمانيه اهل المدينه يتفرجوا عليها؟ ازاي؟ ازاي غفلنا لغايه ما اهل البصر احتلوا هذه المواقع؟ ازاي؟ ازاي المعازف انتشرت الانتشار ده كله؟ ازاي؟ كيف انتشرت هذه المعاصي؟ الرسول عليه الصلاه والسلام وبيقول خير الناس في الفتن رجل اخذ بعنان فرسه خلف اعداء الله ورا البهائيين ورا المنصرين ورا اليهود ورا منكر السنه ورا اصحاب الرابين ورا المفسدين ورا كل انسان بيفسد في الارض خلف اعداء الله. يا جماعه مقياس نجاحنا مش درس حلو ولا مش درس حلو؟ يقول لك الدرس ده كان جميل. يا جماعه المقياس المنكرات اللي بره دي بتقول ولا لا؟ المقياس انت اتغيرت من يوم ما بدانا ولا لا؟ بدا حاجه تصحى فيكي ولا لا؟ غيرت حد ولا لا؟ المعاصي اللي بره والفساد اللي بره اتغير ولا لا؟ يا جماعه احنا في معركه عاملين زي ناس واقفين في حصون الاسلام والاعداء هاجمين. لو غفلنا القلاع الاسلاميه هتقع زي الاندلس لما غفلوا عنها واعد والله اعلم هترجع تاني ولا لا؟ انت حاسس انك في معركه ولا لا؟ حاسس لما فرعون بيقول ائتوني بكل سحم اثنين واقفين قدام موسى وهارون بيقول لهم ائتوني 70,000 ساحر. ليه؟ حرب اباده. اهل الباطل عايزين يبيدوا الحق اباده كامله من جذوره. عندهم علو همه في حرب الحق. حاسين انها معركه بيحشدوا لها كل قواتهم. شوف لما ربنا يقول بل مكر الليل والنهار ايه الهمه دي؟ ايه همه ابليس لما قال له ربنا انظرني الى يوم يبعثون؟ انا مش عايز ولا واحد من البشر يفلت مني، انا عايز اوديهم كلهم جهنم يا رب. انتوا متخيلين همتهم؟ متخيلين هم حاسين بالمعركه قد ايه؟ يا رجال الله في الارض، يا جنود الله في الارض، النهارده اللي برضه ممكن تكون متقفله قدام اللي كفر بكلمه الحق، ولكن بكره ربنا بيقول في سوره صاد مفتحه لهم الابواب. في فتره كان فيها ازمه ومنع واغلاق، قلت سبحان الله مفتحه لهم الابواب. الوقت ممكن تكون الباب مقفوله، ممكن تكون الباب بتاعه مقفوله، ممكن يكون في ناس تخاف منك والابواب بتاعتها قدامك مقفوله. هيجي يوم ابواب الجنه كلها تتفتح لك، هيجي يوم كل اللي في الجنه يتمنوا ان هم يبقوا معاك يفتحوا لك ابواب قصورهم عشان تيجي تزورهم. هيجي يوم ابواب السماوات تتفتح لك مفتحه لهم الابواب. اللي استحمل تقفيل الابواب امام الدين في الدنيا يوم القيامه هتفتح ليه كل الابواب. هو ده ثمن مفتحه لهم الابواب. حاسين ان احنا في معركه ولا لا؟ يا جماعه الراجل لما جه للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله انا عايز اموت بسهم هنا في الحسنه في ثغره النحل ده، هي سهم هنا يا رسول الله. الرسول ما قالوش خلاص ما دام انت عايز كده اقف في الصف الاول، او ما دام انت عايز كده اقف في المكان الفلاني عشان تبقى في وش السهم. لا، قال له اصدق الله تصدقه. لو صادق وثبتك هيجيلك. سيدنا عمر كان صادق في تملي الشهاده في المدينه، جات له في المدينه في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. لو صادق هتجيلك، وقف جات له، جاله السهم في المكان اللي هو فيه. نال ما تمنى في ذات الله سبحانه وتعالى. لو صادق انك عايز تعمل حاجه لدينك هتجيلك. لو صادقه انك عايزه تعملي حاجه للاسلام هتستعملي. الصادق ربنا مش هيسيبه. سلمان لف في قارات الكره الارضيه دور عايز يوصل لربنا، ربنا ما سابوه. ربنا كان بيدور على ابره، على ابره في مجموعه في مجره، بيدور على ابره في مجره في لكنه، ولكن وصله لانه كان صادق. اخواني في الله، اخواني في الله، احنا ليه صعبين؟ انت ليه صعب؟ انت ليه صعبة؟ ما بننقلش بسهولة ليه؟ ليه يا جماعة؟ ليه ده النبي عليه الصلاة والسلام كان حديث واحد من الاحاديث اللي احنا بنقولها يقولها للصحابة حياتهم تتغير؟ ليه صعبين؟ أبو بكر الصديق من أعجب الأشياء إن سيد أبو بكر رضي الله عنه ملوش قصة إسلام. يعني لما تيجي تشوف قصص إسلامه الصحابة يبقى لهم قصص إسلام وراحوا وجم وحصلوا ومشاكل زي عمر كده. أبو بكر ملوش قصة أصلا، لدرجة إن بعض الناس قال هو يعني النبي قال له أسلم فأسلم خلاص الموضوع بسيط. يعني
يعني واحد راح يشتري حاجة من السوق بكام؟ بعشرين جنيه خدها، هيروح يحكي للناس حاجة ما. كذلك يا اخواني، يا اخواني احنا ليه مستهلين بين يدي الله؟ احنا ليه ما بننقلش بسهولة؟ ليه ما بتنقلش نقلة قيام الليل بسهولة؟ ليه ما بتنقلش نقلة الدعوة الى الله بسهولة؟ ليه ما بتنقلش في انتدابك بسهولة؟ نقعد نقول رمضان والاستعداد لرمضان كم واحد ينفذ؟ نقعد نقول الدعوة الى الله كم واحد ينفذ؟ نقعد نقول عايزين زي ما ربنا قال فانتشروا، الكلام اللي بنقوله هنا يتنشر في كل مكان. انت سمعت الكلام الوقتي، اخرج قولوا في كل مكان، انتشروا، انشروا الهداية في كل مكان اطرحوه. الدكتور ينشره في المستشفيات، والمحامي على شرع الله ينشره في المحاكم، والتاجر ينشره في الاسواق، والمرأة تنشره في بيت اولادها وصحبتها، والطالب ينشره في الجامعات. ينشروا الهداية في كل مكان. ليه ما بتتحركش بسهولة؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما فيش حد كلمتكم عنها، مش بايدك انك تقول الله. اتحركش بسهولة. لما الصحابة ناموا راح عليهم الفجر قال لهم تحولوا عن مكانكم الذي اصبحتم، انت مش قادر تتغير بسهولة، يبقى انت في مكان فيه غفلة. سيبه، سيب اصحابك حتى لو ملتحين ما دام بتزيد ايمانيا معاهم. يا اخي غير كليتك ما دام في صحبة في كلية تانية هتوصل لربنا اكتر منها. عايز حاجة اكتر من كده؟ غير سكنك لو مكان السكن اللي انت فيه فيه غفلة وفي مكان تاني فيه ناس ملتزمين. يا جماعة خلوا قالوا لله ان دينكم غالي، غير سكشنك لو سكشنك فيه صحبة غفلة وفي مكان تاني فيه ملتزمين. غير المسجد اللي بتصلي فيه لو الناس بتصلي وتمسك احذيتها وتطلع جري وفي مسجد تاني حتى لو ابعد بس فيه ملتزمين وفي دين وفي دعوة. يا جماعة غيروا اماكن الغفلة اللي انتوا عايشين فيها، غيروا صحبة الغفلة، غيروا مساكن الغفلة، غيروا بيئة الغفلة. ازرعوا نفسكم جوه بيئة الدين، جوه بيئة اليقظة، جوه بيئة الاستيقاظ ويقظة القلوب. يوم ما يبقى دينك غالي عندك ساعتها ربنا هيغيرك، ساعتها ربنا هيستخدمك، ساعتها ربنا هيرفعك، ساعتها ربنا هيوفقك. يا جماعة الدين عاد صعب زي ما الدنيا صعبة والله. الدنيا شوفوا صعبة ازاي، عشان واحد يجيب وظيفة بألف جنيه في الشهر يشوفوا بيتعب قد ايه ويضطر يسيب بلده ويسافر. دخل الدين بقى صعب. الطالب الشاب اللي عايز صحبة مش لاقي، اللي عايز مربي مش لاقي، اللي عايز يطلب علم مش عارف، اللي عايز يقوم الليل مش لاقي حد يتعهده، اللي عايز حد يذكره مش لاقي. ليه الدين بقى صعب؟ لاننا برضه مش راضيين نكافح في الدين، لاننا برضه مش راضيين نبذل في الدين، لاننا برضه حتى واحنا جوه الدين غفلين. تحسبهم ايقاظا وهم رقود. عايزين نستيقظ يا اخواني في الله، عايزين نفوق، عايزين القافله بتاعتنا دي يخرج منها ابطال، يخرج منها ايقاظ. انا عايز الدرس ده يبقى منطلق ليك طول الاسبوع، منطلق ليا طول الاسبوع. يعني ما ترجعش تاني تقول لي يا ابني ايه سمعتها اتغيرت طول الاسبوع. عايزين نبقى ابطال يا جماعه، عايز كل واحد مننا، مش منكم، مني ومنكم، يخرج طول الاسبوع ده يجهز بذات الله. بتنام ليك يا ابني؟ يا ابني خلف اعداء الله يلا، يا ابني على القوم المفسدين يلا، ادعوا الى الله وانشروا الدين في الارض. يا ابني على طلب العلم، يا حبيبي على العبادة، يا ابني على سجادة الصلاة، يا اخواني في الله على الشغل لدين ربنا، يا اختي على المصحف، يا بنتي على محرابك في اوضتك تعبد ربنا. يا اخواني عايزين يبقى عندنا جدية في دين الله سبحانه وتعالى. اردت ان احدثكم الليلة عن كثير من معاني الغفلة التي نعيش فيها، الغفلة عن اشراط الساعة اللي بتهددنا بيوم القيامة، الغفلة عن مقاييس الحساب اللي هنتحاسب بها من ايدين ربنا عشان نفهم، عشان نودينا صح، الغفلة عن طول الطريق اللي مطلوب قدامنا عشان نوصل لربنا، الغفلة عن اخواننا المحاصرين في غزة اللي احنا خذلينهم ازاي تخذل اخوك وتأمن من عذاب ربنا، الغفلة عن خطر الشيطان، الغفلة عن جنة الدنيا، الغفلة عن نعم الله اللي مغرقاكي وهتتسأل عنها وهتتسأل عنها، الغفلة عن معاملة ربنا، احنا بنرتكب جرائم في معاملة الله، بنعامل ربنا ازاي، الغفلة، الغفلة عن حاجات كتير، عن مهرجان الفرص الضائعة اللي احنا قاعدين نضيعه على ديننا، مش عايزين نستثمر فرص الواقع المفتوح ده اهو عشان ندعو الى الله، عشان ندعو الى الله.
يا جماعة انا عايزكم تخرجوا بالاحساس بجو المعركة، بجو الحياة والموت، بجو ان المنكرات اللي برا دي حرب على دينك. تخيل عمرك شفت شاب ماسك سيف وداخل الجامعة؟ روح فين يا ابني؟ انا داخل احارب ربنا. استغفر الله العظيم، حد يقدر يقول كده؟ لا، ده بيدخل متعطر ومتبرفن والدنيا جميله ويقعد يحارب ربنا ومش فاهمه بيعمل ايه. انا عايزكم تفهموا اللي بيحصل بره ايه. اللي بيحصل بره ده حرب على الله، اللي بيحصل بره ده حرب على دين الله، حتى من الجهل اللي مش عارفين يعني ايه معصيه. وده اول ايه نزلت في القران عن يوم القيامه، ولكن هيبقى لها موضوع تاني. اللي بيحصل ده حرب، اللي بيحصل ده حرب. العصاه احنا في حرب يا جماعه، احنا في حرب مع العلمانيين وبرامجهم، مش نشتري جرايدهم ونتفرج عليهم. احنا في حرب مع المنصرين اللي بيضيعوا دين المسلمين بالشبهات الفاسده والفلوس. احنا في حرب مع الشيعه، احنا في حرب مع القبوريين، احنا في حرب مع اليهود، احنا في حرب مع منكر السنه، احنا في حرب مع كل مفسد ومفسده بيفسدوا في امه محمد بالشهوات والغناء والمعازف والفجور والحفلات والربا والزنا والخنا. احنا في حرب. ازاي تبقى في حرب وتنام؟ تضيع دينك، تضيع ظهرك. انا عايزك تفهم ان احنا في حرب، وان احنا مغلوبين، وان احنا لازم نجيب اخرنا عشان ننتصر في الحرب دي. انت في حرب مع الشيطان عشان تنجو من النار تروح الجنه، وفي حرب مع القوم المفسدين عشان دينك ينتصر. مين فيكم يبايع الله على هذا؟ مين فيكم يعاهد الله على هذا؟ مين فيكم يعاهد ربنا انه يعيش بالمشاعر دي، يعيش بالاحاسيس دي؟ تنام ازاي؟ والله انا ما انا عارف احنا بيجيلنا نوم ازاي. والله يا اخواني ما اعرف احنا بيجيلنا قلب وامتنا في الاحوال دي ازاي. احنا بيجيلنا قلب وخمسة مليار كافر على وجه الارض ازاي. بيجيلنا قلب وربنا بيعبد من دونه الاوثان والسلطان ازاي. بيجيلنا قلب والناس بتتشحن على جهنم والعياذ بالله بكفرها ازاي. بيجيلنا قلب والمسلمين والمجاهدين معذبين في الارض ازاي. بيجيلنا قلب والجنة بتعد والنار بتصاعر ازاي. بيجيلنا قلب والزبدة ما نعرفش غفرت ولا لا ازاي. ازاي يا اخواني؟ ازاي؟ فين ايقاظ القلوب؟ مفيش حاجة هتوخد قلبك قد القرآن، قد كلام الله. ارجع يا ابني، ارجع يا بنتي، ارجع يا حبيب قلبي لكتاب ربنا واقهر نفسك عليه. واقرا يا ابني، ولو تعبت حبيب قلبه ونفسك فطرت جاهز وقوم امشي وانت بتقرا. يا جماعه فوقوا، يا جماعه فوقوا، يا جماعه وخدوا الايقاظ بتاع القران. فوقوا يا جماعه واستيقظوا بكتاب الله، عشان ان شاء الله باذن الله القافله دي واللي لسه هنجيبهم باذن الله ده اقول لكم انتشروا، انتشروا يا جماعه، انشروا الخير في كل مكان، في كل مكان. عايزين ان شاء الله باذن الله نعمل حاجه لدين ربنا، نعمل حاجة حقيقية. وزي ما قلت لكم الدرس ده درسكم، مش درس انا لوحدي، الدرس ده درسكم كلكم شركاء فيه. كل واحد هيتوب فيه ان شاء الله يبقى بينه وبينكم ثوابه، كل واحد هتنتقد فيه بينه وبينكم ثوابه، كل واحد هيلتزم بسببه بينه وبينكم ثوابه. ولكن يعني زي ما قلت لحد اخواني، قلت له انا ما بنامش عشان هذا الدرس وعشان الدعوة الى الله في كل مكان. ما تناموش، ما تناموش انتوا كمان يا اخواني، ما تناموش. ده درسكم، ده درسكم، دي قافلتكم، ده دينكم، ده منهجكم. يعني احنا وزعنا عليكم الورق الابيض ده، وفي بعض الاقلام كده مع بعض الاخوه زائد اللي معاه قلم، زي ما بقول لكم ده درسكم. فانا دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى، يعني بعض اخواننا جزاهم الله كل خير اقترحهم ان كل واحد يكتب منكم حاجتين. ايه اكتر معصيه انت شايف ان لازم نتكلم فيها؟ يبقى ده الاولاني. والثاني، ايه اكتر موضوع انت شايف ان احنا والامه كلها محتاجاه؟ يعني اكتر معصيه انت شايف ان ممكن نتكلم فيها او محتاجين نتكلم فيها، هي ايه؟ معاصي السر مثلا، ولا المعازف مثلا، ولا التبرج مثلا، ولا المواقع القذرة مثلا؟ ايه المعصية اللي انت شايف ان الوقت لازم نقف ليه؟ ايه المعصية سواء الناس واخدة بالها منها او مش واخدة بالها منها؟ ايه الحاجة الثانية؟ ايه الموضوع اللي انت شايف ان لازم نقف معاه؟ لازم نقف معاه. هل قبل ان تغرق السفينة؟ السلسلة اللي هنتكلم فيها عن المعازف والربا والاختلاط والتبرج وترك الصلاة والزنا والعياذ بالله والحاجات اللي السفينة هتغرق لو ما وقفناش معاها، اللي هنغرق لو ما وقفناش واخذنا على ايدي العصاة فيها. ويبقى السلسلة دي حملات مش دروس،
نتكلم مثلا عن ترك الصلاة، كل واحد يروح بقى لعشرين او عشرة من اللي هو عارفهم تاركين للصلاة يوصل لهم الحاجات دي، وتبقى حملة ننشر فيها الهداية في بلدنا كلها بإذن الله سبحانه وتعالى، ونشتغل مع بعض ونجاهد من اجل تغيير الوضع. ويبقى انتوا جايين عارفين انكم جنود، تاخدوا خط السير وتطلعوا خط السير الاسبوع ده المعازف. يلا يا جماعة معدات عايزين نسمع اغنية، يلا يا جماعة معدات عايزين نشوف حد واقف في اختلاط، معدات عايزين نشوف واحدة متبرجة او محجبة حجاب متبرج مثلا. ده موضوع قبل ان تغرق السفينة. موضوع تاني قصص الانبياء، عايزين نتربى، عايزين نعيش، عايزين نطلع، عايزين نشوف المعاني العالية. ده موضوع وده موضوع، وكلاهما جهاد في سبيل الله. واحد ثالث يقول لا عايزين مثلا قصص القرآن. واحد ايه الموضوع؟ يعني زي ما بقولكوا ده درسكوا، فمن باب ان ده درسكوا اكثر معصية انت شايف انها خطر ايه، واكثر موضوع انت شايف ان هو مهم باذن الله سبحانه وتعالى ايه. يعني ما تنسوش صيام بكرة ان شاء الله، عليك بالصوم فانه لا عدل له، فيش حاجة في مزانك هذا الصيام. نصوم ان شاء الله لله سبحانه وتعالى، نصوم باذن الله سبحانه وتعالى بكرة، ونعاهد ربنا كل سنة وخمس ان شاء الله. في ورقة جاءت، وسبحان الله يعني انا كنت بتسأل فعلا الجمعية في هذا الامر، تعلن الجمعية الشرعية عن بدء قبول طلبات الالتحاق بمعهد اعداد الدعاء. معهد اعداد الدعاء فرصة، اللي ما بيطلبش علم، اللي ما هوش فعلا مع حد بيعلمه، اللي ما هوش فعلا في فرصة طلب علم يبدأ يدخل شوية علم. يا جماعة نبدأ ننمو بقى، نبدأ نعرف معلومات عن ديننا نقدر ننصر بها الدين بإذن الله، ندخلها جهاد. هنعرف بعض اخواننا وهم الوقت من طلبة علم ما شاء الله المتقدمين بفضل الله، يعني بفضل الله ودعاء ومنابر بفضل الله، كانت بدايتهم في المعهد هنا بفضل الله دخلوا، ولكن ما كانوش بيلعبوا بقى، ما يجوش قبل الامتحان بيومين يفتحوا الكتاب ويذاكروا، لا خدوا الموضوع جهاد وذاكروا فضل ومنة الله سبحانه وتعالى. الان يعني ثلاثتهم دعاء الى الله سبحانه وتعالى. بدء قبول الجماعة الشرعية، بدء قبول طلبات الالتحاق بمعهد اعداد الدعاء ومعهد القراءات. معهد القراءات اللي عايز برضو يقرأ كتاب الله، اللي عايز يتعلم قراءات، يعني فرصتين من اروع ما يكون، من اروع ما يكون باذن الله سبحانه وتعالى. وكلا المعهدين معتمد من وزارة الاوقاف، ودي طبعا دلوقتي يعني حاجة مهمة وفرصة عشان يبقى ليك باب في الدعوة باذن الله سبحانه وتعالى، وطبعا الدعوة باذن الله. ويقوم معهد اعداد الدعاء بتدريس المواد الشرعية، ومعهد القراءات يقوم بتحفيظ القرآن كاملا على اربع سنوات، ويمنح المتخرج اجازة معتمدة في القرآن الكريم. والمعهدين للرجال والنساء، والمعهدين للرجال والنساء. يعني ربنا سبحانه وتعالى يسددكم اخواني، وربنا يوفق كل طالب في امتحاناته ويمدله بهذه الساعة او هذين الساعتين، يعني كل خير وفضل في دينه ودنياه باذن الله سبحانه وتعالى. لا الورق انتوا ما تجيبوليش الورق، الرجال اللي وزعت الورق ولا ايه؟ خلاص الورق اللي معايا ده انا هلمه خلاص، بس انت يعني ايه، بس اللي وزعوا الورق يجيبوه من الناس بقى ان شاء الله. خلاص يا اخواني، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا جنودا لنصرة دينك في الارض، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات، اللهم يا قادر اخرج منا دعاة وداعيات. رب انصرنا على القوم المفسدين، رب انصرنا على القوم المفسدين، رب انا مغلوبون فانتصر، رب انا مغلوبون فانتصر. اللهم اجعلنا جنودا لك في الارض، اللهم اخرج منا علماء وعالمات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات، اللهم انصر دينك واعز اوليائك. رب اجعلنا لك قوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم بلغنا رمضان واجعله فتحا علينا وعلى الأمة كلها، اللهم اجعله فتحا على الأمة كلها وعلى الدعاة إليك، اللهم اجعله فتحا على الدعاء وفتحا على المجاهدين في سبيلك وفتحا على العباد والعابدات. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، انك ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.